الأمم المتحدة تحذر من أن الأوضاع في إقليم تيغراي الإثيوبي على حافة كارثية إنسانية. كندا تقول إنها مقبلة على ذروة متحور أوميكرون خلال الأسابيع القادمة. المنتخب الوطني يواجه مساء اليوم غينيا بيساو في ثاني مبارياته بأمم إفريقيا. السابعة صباحاً الخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن الأوضاع في إقليم تيغراي الإثيوبية على حافة كارثية، وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أنه لا يوجد غذاء أو وقود، وكذلك لا يوجد أي تمويل لإقليم تيغراي الإثيوبي. وفي ذات السياق حذر البرنامج من قرب توقف عمليات المساعدة الغذائية في شمال إثيوبيا، مبينا في الوقت ذاته أن القتال العنيف قد منع مرور الوقود والغذاء للإقليم. وشددت المنظمة الدولية على الحاجة إلى ضمانات فورية من جميع أطراف النزاع لممرات إنسانية آمنة ومأمونة عبر جميع الطرق في شمال إثيوبيا. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 108 أشخاص على الأقل منذ مطلع يناير الجاري في ضربات جوية يعتقد أن القوات الإثيوبية هي التي شنتها على إقليم تيغراي. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن المنظمة الأممية قلقة حيال المعلومات العديدة والمثيرة للقلق التي لا تزال تتلقاها حول الضحايا المدنيين وتدمير ممتلكات مدنية بضربات جوية على منطقة تيغراي في إثيوبيا، مشيرة إلى أن هناك احتمالا أن تكون قد ارتكبت جرائم حرب في تيغراي. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن استهداف البعثات وتعرض المدنيين للخطر يمثل عملا إرهابيا وضربا لمصالح العراق وسمعته الدولية. أكد الرئيس العراقي ضرورة الوقوف صفا واحدا بحزم ضد جرائم الإرهاب. ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 11 إرهابيا في محافظة الأنبار غربي البلاد. وذكرت السلطات العراقية أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، وسبق أن شاركوا في عمليات ضد القوات الأمنية، فيما تم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي سبل دعم الشعب اللبناني للخروج من أزماته الراهنة. وخلال لقائهما بمقر الحكومة اللبنانية استعرض الجانبان الأوضاع العامة في لبنان ونشاط الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في لبنان. أعلن جوزيب بوريل المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن القمة المرتقبة بين مسؤولي الاتحاد والصين ستعقد في شهر مارس المقبل. واعتبر بوريل في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية أن القمة بمثابة محطة مهمة للوقوف على مستقبل العلاقات بين الاتحاد وبكين.
أعلنت وسائل إعلام يابانية عن إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بالعاصمة طوكيو، وأوضحت صحيفة أساهي أن الحادث وقع في محيط جامعة طوكيو أثناء أداء الطلاب امتحان القبول بالجامعة، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على طالب يبلغ من العمر 17 عاما على صلة بالحادث. أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرا المدى في ثالث تجربة صاروخية لبيونغ يانغ خلال 10 أيام. ويأتي إطلاق الصاروخين بعدما اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة باستفزاز بيونغ يانغ لفرض عقوبات عليها بسبب البرنامج الصاروخي، وهددت واشنطن برد واضح. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى خروج نحو 893 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 331 ألف حالة. كشفت المسؤولة الطبية الأولى في كندا أن بلادها مقبلة على ذروة متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون خلال الأسابيع القادمة. وأضافت المسؤولة الطبية أن متحور أوميكرون تجاوز جميع الموجات والمتغيرات السابقة ويؤدي إلى اتجاهات المرض الشديدة على الرغم من كونه أقل حدة من متحور دلتا. شرعت السلطات البرازيلية في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و11 عاما ضد فيروس كورونا، ومن المقرر تطعيم أكثر من 20 مليون طفل بلقاح فايزر، على أن تكون الأولوية للأطفال المصابين بأمراض والأكثر عرضة للخطر. سجلت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي معدل إصابات قياسي بفيروس كورونا تجاوز 300 ألف حالة يوميا، وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 13 من يناير الجاري. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن الأرجنتين تعد أكثر دول المنطقة تضررا بتسجيلها نحو 140 ألف إصابة يوميا، إضافة إلى معدل 96 حالة وفاة يوميا. أعلنت السلطات الصحية بأستراليا تسجيل أكثر من 150 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى نحو 1.5 مليون إصابة. وسجلت السلطات الصحية الأسترالية خلال الفترة نفسها نحو 60 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى أكثر من 2500. أصيبت رئيسة الوزراء السويدية ماجدولينا أندرسون بفيروس كورونا، وقال السكرتير الصحفي لرئيسة وزراء السويد إن نتائج اختبار فيروس كورونا أثبتت إصابة أندرسون بكوفيد 19، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء تتبع التوصيات الحالية وستزاول عملها من المنزل.
قال المعهد الوطني للصحة الإيطالي إن أوميكرون أصبح المتغير السائد لفيروس كورونا في إيطاليا بنسبة إصابات تمثل 81% من إجمالي الحالات. وذكر المعهد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الإصابات بأوميكرون كانت لا تتعدى نحو 28% فقط من الحالات في 20 ديسمبر. وتكافح إيطاليا وهي أول دولة غربية تسجل إصابات بفيروس كورونا في أوائل عام 2020 مع ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في الأسابيع الأخيرة. تلقت وزارة الصحة النمساوية اختارا من نظيرتها الألمانية بإعادة تصنيف النمسا مرة أخرى في قائمة المناطق عالية الخطورة بإصابات المتحور أوميكرون مع بدء تطبيق القيود اعتبارا الأحد المقبل. وذكرت الصحة النمساوية أنه سيتم تطبيق قيود السفر بشكل أساسي على المسافرين من النمسا إلى ألمانيا من غير المطعمين، لافتة إلى العودة للعمل بنظام الحجر الصحي لمدة 10 أيام مع إمكانية إنهائه في اليوم الخامس من خلال فحص كورونا السلبي، منوهة بإعفاء الأطفال تحت عمر 6 من هذه القيود. أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في البلاد منذ بدء الجائحة تخطى 8 ملايين شخص. وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 90 ألف شخص. وارتفعت حالات الإصابة في إسبانيا مع ظهور متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون سريع الانتشار واختلاط شرائح كبيرة من السكان خلال فترة عيد الميلاد. حذرت السلطات الروسية من أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا يتجه إلى أن يصبح السلالة السائدة في موسكو. وأعلن المكتب الإعلامي لعمدة وحكومة موسكو في بيان تسجيل نحو 730 إصابة بأوميكرون خلال الفترة ما بين 20 ديسمبر و 13 من يناير، لافتا إلى أن نسبة الإصابات بأوميكرون بين إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم فحصها خلال فترة ما بين 6 و 9 من يناير تصل إلى 41.7%. وتوقع المكتب الإعلامي تجاوز عدد الإصابات الجديدة بكورونا في المدينة اليوم السبت عتبة 7000 حالة. أعلنت السلطات الصحية في الهند أنه تم تسجيل أكثر من 260 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية في البلاد، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى ما يزيد عن 36 مليونا. وأفادت الصحة الهندية بأنه تم تسجيل نحو 300 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 480 ألف وفاة. أعلنت شركة فايزر الأمريكية لصناعة الدواء أنها تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة اليابانية للموافقة على طرح حبوب لعلاج فيروس كورونا، والتي في حالة الموافقة عليها ستجعلها ثاني دواء يؤخذ عن طريق الفم لحالات فيروس كورونا الخفيفة في اليابان. يأتي الدواء الجديد في وقت تكافح فيه اليابان الموجة 6 لحالات كوفيد-19 وسط انتشار المتغير أوميكرون، حيث تدرس اليابان الموافقة على شراء ما يكفي من هذا العقار لنحو 2 مليون شخص. بمعدلات غير مسبوقة يواصل فيروس كورونا تفشيه في دول شرق المتوسط في وقت تتزايد فيه المخاوف من المتحور الجديد أوميكرون. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن إصابات كورونا ارتفعت بنسبة 89% في منطقة شرق المتوسط في الأسبوع الأول من يناير، لكن الوفيات انخفضت إلى 13%.
وأكدت المنظمة أن 15 دولة بالمنطقة سجلت إصابات بأوميكرون، في حين قامت 6 دول بتطعيم أقل من 10% من سكانها، على الرغم من توافر لقاحات تكفي لتطعيم 40% من السكان، موضحة أن حملات التطعيم تعطلت بها بسبب عدة عوامل من بينها غياب الأمن والتحديات اللوجستية. أوروبياً، أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيل أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية منذ بدء الجائحة. وفي أستراليا، أعلنت السلطات عن تسجيل الزيادة اليومية الأكبر في إصابات الفيروس مع ارتفاع معدلات دخول المستشفيات بسبب متحور أوميكرون. وبعد النجاح في احتواء الفيروس في بداية الجائحة، سجلت أستراليا قرابة المليون إصابة خلال الأسبوعين الماضيين، مع تكيف الناس تدريجيا على التعايش مع الفيروس في ظل تخفيف القيود. وعلى صعيد اللقاحات، أعلنت شركة أسترازينيكا أن البيانات الأولية من تجربة أجرتها على لقاحها المقاوم للفيروس أظهرت أن الجرعة الثالثة التنشيطية منه تولد استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد أوميكرون وغيرها من السلالات المتحورة، بما في ذلك دلتا وألفا. الآن وقفة مع أهم الأخبار الرياضية، والبداية مع كأس الأمم الإفريقية. اختتم المنتخب الوطني تدريبه الأخير استعداداً للقاء غينيا بيساو في 9 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الإفريقية. شارك في الميران جميع اللاعبين 24، فيما تابعه كل من أكرم توفيق وأحمد فتوح، حيث لن يلحق أكرم بمباريات البطولة بعد إصابته، فيما تم إعفاء فتوح من المشاركة في مباراة غينيا بيساو بعد إصابته في المباراة الماضية. أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم كارلوس كيروش أن المنتخب سيظهر بشكل مختلف تماما في مباراته أمام غينيا بيساو، وقال كيروش إن منتخب مصر عازم على تقديم أداء جيد في المباريات القادمة، مشيرا إلى أن الانطلاقة الحقيقية للفراعنة في كأس الأمم ستكون بداية من لقاء غينيا بيساو، ووعد كيروش بتصحيح أي سلبيات ظهرت على أداء منتخب مصر في مباراته الأولى أمام نيجيريا، مؤكدا ثقته في تقديم مستوى مميز. تعادل منتخب الجابون مع نظيره الغني بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. التعادل منح الجابون نقطة ثمينة ليرتفع رصيدها إلى 4 نقاط وتحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد منتخب غانا عند نقطة وحيدة في المركز الثالث. فاز المنتخب المغربي على جزر القمر بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثالثة ليضمن التواجد في دور 16 من البطولة، وظل منتخب جزر القمر بدون نقاط.
تعادلت السنغال مع غينيا سلبيا في افتتاح مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير. وبهذا التعادل تقاسم المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث فاز السنغال على زيمبابوي في الجولة الماضية بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فازت غينيا على ملاوي. تعادل الزمالك مع ضيفه إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى. وشهدت المباراة إهدار ضربتي جزاء، الأولى كانت للزمالك في الدقيقة 68 وسددها يوسف أوباما ونجح حارس إنبي في التصدي لها، فيما كانت الضربة الثانية لفريق إنبي بعدما سددها جون إيبوكا فوق العارضة. حول فريق سيراميكا كليوباترا تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه فاركو إلى فوز مثير بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم. ومنح هذا الفوز سيراميكا كليوباترا صدارة المجموعة الثالثة لكأس الرابطة بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما تذيل فريق فاركو ترتيب المجموعة بدون نقاط. أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم غلق مقره الرئيسي بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف العاملين به. وأوضح الاتحاد في بيان أنه سيتم إغلاق المقر المركزي لمدة 2 أسبوع اعتبارا من يوم الاثنين المقبل للقيام بعمليات التعقيم الضرورية بالمقر. يلتقي فريق مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي اليوم السبت في قمة الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، ويحتل مان سيتي صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في مبارتين فقط وخسر في مثلهما، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الثاني برصيد 43 نقطة حققها من الفوز في 12 لقاء والتعادل في 7 وتلقى الخسارة في مواجهتين. والآن وقفة مع حالة الطقس. يسود اليوم السبت طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
بأخبار الطقس نكون وصلنا لنهاية هذه النشرة، والآن تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. الأمم المتحدة تحذر من أن الأوضاع في إقليم تيغراي الإثيوبي على حافة كارثة إنسانية. كندا تقول إنها مقبلة على ذروة متحور أوميكرون خلال الأسابيع القادمة. المنتخب الوطني يواجه مساء اليوم غينيا بيساو في ثاني مبارياته بأمم إفريقيا. إلى هنا تنتهي هذه الجولة، وللمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا على طيب المتابعة، كنت معكم نسرين فؤاد وإلى اللقاء.